صباح الورد على كل مشاهدينا. أول لقاءاتنا على الهواء مباشرة النهاردة حقيقة بيأتي في إطار الحالة السياسية العامة اللي بتشهدها مصر خلال الكام شهر اللي فاتوا والكام شهر الجايين. بتكلم تحديدا عن الانتخابات، سواء انتخابات مجلس الشيوخ اللي انتهت، وكمان تم إعلان 100 اسم المعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية، أو انتظارنا لانتخابات مجلس النواب. لكن في الواقع لازم وإحنا بنتصدى كشعب، بقى إحنا مش هنتكلم هنا من وجهة النظر السياسية أو الحكومية أو حتى وجهة نظر الدولة، لكن وإحنا بنتكلم إحنا كناس كشعب جمهورية مصر العربية. عارفين في كم عضو في مجلس النواب؟ عارفين القائمة أو القوائم الموجودة هتدينا كم عضو في المجلس، والفردي هيدينا كم عضو، وفي النهاية تقسيم الدوائر ده ايه التقسيم الجغرافي ليه، وعدد المرشحين في الفرديين في الدوائر، وازاي ننتخب، يعني لما نروح ننتخب كده ازاي نختار ما بين القوائم او الفردي. طب ليه الكلام ده؟ عشان بعد كده ما نرجعش نقول احنا فين حقوقنا، طب احنا النائب اللي عندنا في الدائرة بتاعتنا مش واخد باله مننا ليه، ما بيحققلناش مطالبنا ليه، طيب ما بيسألش الحكومة وأداة رقابة على الحكومة ليه. طب هنقصر ومش هننزل ومش هنشارك والكلام ده كله، وبعدين بعد كده نقول مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كويس أو وحش وبيشارك أو ما بيشاركش. طب إذا كنا إحنا أصلا من الأول ما عملناش اللي علينا، طب نعمل اللي علينا وبعد كده نطالب باللي لينا. الموضوع كله كمان بيأتي في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب من خلال أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وعملها في منتهى الأهمية، وخرجيها من الشباب اللي دخلوا في المجال الحكومي وأصبحوا قيادات في مراكز حكومية مختلفة، واضح جدا شغلهم وإيه اللي بيتم من تأهيلهم من ناحية السياسية والحكومية في هذه الأكاديمية. كل هذه الأمور وأكثر هنتكلم فيها مع أستاذ الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وايضا عميد التدريب في اكاديميه السادات للعلوم الاداريه. اهلا وسهلا دكتور، منورنا ومسعدنا ان حضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم، بشرف بوجودي مع سيادتك والله. شكرا جزيلا اولا لتشريفك. حقيقه بنسعد بهذا اللقاء لاني ببساطه كده بنوضح للناس حقائق حوالينا، ما يعني ما اعرفش ليه ساعات بتكون غايبه. يعني من المقدمه هاخد اول سؤال، يعني كلنا عندنا امال كبيره في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأكيد كل الدوائر ليها طلبات من نوابها في المجالس النيابية. طيب إزاي نطالب النواب إن هم يؤدوا ما عليهم أو إن هم يسعدونا بتلبية طلباتنا إذا كان نسب المشاركة مش على القدر المطلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية سعيد بوجودي مع سيادتك من خلال هذه النافذة المحترمة، برنامج بيصبح ليك. موضوع المشاركة السياسية في الحقيقة موضوع مهم جداً، لان بيعكس وعي المجتمع ونضجه. كل ما تزيد نسبه المشاركه السياسيه ده معناه ان المجتمع ناضج، المجتمع حريص على المشاركه، المجتمع حريص على ممارسه حقه الديمقراطي في المشاركه، وبالتالي في الحقيقه كل ما بنوسع دائره المشاركه كل ما ده بيفرز قيادات افضل. يعني سيادتك النهارده لو اللي بيختار 50 فرد غير لما يختار 500 فرد، لو 500 فرد اكيد هيبقى اكثر قدره على الاختيار، وبالتالي نسبه المشاركه هنا في الحقيقه مهمه جدا جدا. كل ما نسبة المشاركة بتزيد في المجتمع ده بيعكس مؤشرات إيجابية في مشاركة سياسية، في مشاركة في اختيار قيادة. هنا يبقى اللي بيتم اختياره سواء نائب أو غير نائب بيبقى حريص جدا 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 على عمل وتلبية مطالب الجماهير العريضة، لأنه عارف أن الجمهور ده هو اللي جابه، هو صحيح السبب في وجوده تحت قبة البرلمان. صحيح صحيح، وده طيب اللي بيحصل بالفعل. طب هنا في متغيرين، المشاركة السياسية ده المتغير الأولاني اللي عايزين يبقى نسبة المشاركة عالية، الوعي باختيار النائب تمام. يعني ده متغير آخر مهم، يعني مش فقط إن إحنا ننزل ونختار، لكن إزاي نعرف نختار.
والله هو موضوع الاختيار موضوع مهم جدا، بيتفاوت من مواطن للتاني وبحسب كل مواطن وثقافته وفكره وايديولوجيته وخلفيته السياسية وخبراته المختلفة في الانتقاء والاختيار. ودي فرصة في الحقيقة ان احنا نقول ان احنا الدولة قطعت شوط كبير في التنمية، سواء التنمية في الحجر او التنمية في البشر. اعتقد احنا قدام محك سياسي مهم جدا جدا جدا. كل ما نختار كويس، كل ما نفرز مجلس نواب اكثر قوة واكثر خبرة واكثر قدرات، وبالتالي في الحقيقة احنا داخلين على مرحلة مهمة جدا في حياة مصر. مرحلة فاتت كانت مرحلة قاسية، كنا في اعقاب ثورة 25 يناير وب 30/6 المجيدة، وكانت ظروف الدولة ظروف مختلفة شوية. المجلس اللي فات المنقدم اديته في الحقيقة تحمل عبء الدولة في مرحلة قاسية جدا جدا، وفي الحقيقة انا شايف كمواطن راصد لكل اللي بيحصل كان عليه مسؤوليات كتيرة في الحقيقة لازم ينجزها، سواء تشريعية وخلافه. المجلس القادم دوره مختلف في الحقيقة، وفي كمان دوره مختلف معاون ليه كمان. نعم، المجلس القادم دوره مختلف ليه سيادتك، لان الدولة النهاردة اكثر استقرار واكثر ثبات، والدولة واحنا طموحنا كمواطنين الدولة تعمل طفرة كبيرة، سواء طفرة في المحور الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او الانفتاح على العالم الخارجي. نعم. وبالتالي في الحقيقة هنا المجلس اللي جاي ده مجلس مهم جدا جدا جدا، محتاجين مجلس يقدر يحط مصر على اعتاب دولة عملاقة، يقدر يعمل نقلة نوعية كبيرة في الحياة التشريعية والسياسية المصرية، وده في الحقيقة اللي بيخلي وبيعظم دور المجلس القادم، ومن هنا بيلقي مسؤولية علينا كمواطنين ان احنا لازم نختار بشكل كويس، وعشان نختار بشكل كويس لازم نشارك ونفكر ونشوف المطروحين ونشوف برامجهم ونشوف فكرهم. الدولة في الحقيقة، ودي فرصة في الحقيقة من خلال هذا المنبر المتميز نأكد على الكلام ده، الدولة غير داعمة لأي فصيل سياسي أيا كان، والدولة ما عندهاش خطوط حمراء على حد معين. الكرة في الملعب، الكرة في يد المواطن. كل ما نقدر كمواطنين نتحرك ونحضر ونحشد، كل ما نقدر نختار صح، كل ما يبقى مجلس نيابي محترم جدا يرقى مستوى طموحنا. نتكلم بصورة أوضح، يعني في كلام في الشارع يقول لك مثلا موضوع القوائم ده، القائمة محسومة خلاص، يعني معروف وطبقا لنتائج مجلس الشيوخ فخلاص معروف ان القائمه كذا هي دي اللي هتنجح. تمام. هل الكلام ده يعني والله هنلاقيه في مجلس الشيوخ؟ اولا سيادتك اسمح لي كده يعني القي نظره سريعه على المشهد السياسي الحالي. المشهد السياسي الحالي انا عندي الدوله متقسمه لاربع قطاعات. القائمه الاولى بتاخد من الجيزه لقطاع الصعيد بالكامل، ودي مخصص ليها 100 مقعد، تبدا من الجيزه لحد اسوان بكل الصعيد بالكامل. نعم. في قائمه تانية تاخد القاهره الكبرى مع القليوبيه مع المنوفيه مع الغربيه، اللي هم الست محافظات دول برضو مخصص لها 100 مقعد. نعم. وقاعده والقائمه الثالثه اللي هي شرق ووسط الدلتا اللي هي سيناء مع منطقه القناه، دي مخصص لها 42 مقعد. والقائمه الرابعه خاصه باسكندريه والبحيره ومطروح، دي مخصص لها 42. يبقى عندي قائمه 100 100 42 42. نعم. مجموعهم 284 مقعد. كل قائمه من دول لها قائمه منافسه. اختارهم. عندي قائمه هختارها وعندي اكتر من قائمه، فانا من حق اختار القائمه اللي انا عايزها. نعم. القائمه اللي انا اشوف انها تحقق طموحي وتتفق مع احتياجات مع وجهه نظري ومع فكري ومع ثقافتي ومع رؤيتي المستقبليه هختارها. فبالتالي النهارده الكوره في ايد المواطن. طب جنب القائمه كمان في مرشحين فردي. طب احنا كده يعني ايه مرشحين فردي سيادتك؟ هنقف عند المرشحين الفردي وهنرجع لها تاني. طب احنا قلنا كده القوائم هتدي 284 مقعد. تمام. من اصل 595. النص 50%. يعني احنا عندنا في مجلس النواب المصري 595 مقعد. 595 بالمعينين. بالمعينين. في 27 معينين. يعني 27 معينين. تمام. الاجمالي 595. القوائم بتدي 284. الباقي ايه يعني؟ فردي. يعني ايه فردي سيادتك؟ انا النهارده مرشح عندي فرد على مستوى الجمهوريه 4032 مرشح وفقا لاعلاناته الهيئه العليا للانتخابات. 4032 مرشح متقسمين على 243 دايره، بمتوسط تقريبا كل دايره او كل مقعد كل مقعد او كل نائب بترشح عليه 15 واحد في المتوسط. ايوه. طبعا بتختلف من دايره للتانيه. يعني ده المتوسط. ده المتوسط 15. فانت يا مواطن يا محترم انت عندك 15 مرشح. هتختار من بينهم. يبقى انا هدخل انا كمواطن عندي. نعم. قائمتين. هختار احدى هاتين القائمتين. بالظبط. وعندي 15 مرشح، هختار كم منهم؟ مش لازم يبقى 15، ممكن الاقي مرشحين. يعني مثلا قصدي
يعني المتوسط. ما هو دي 10 15 14 يعني فرصه يعني فرصه اوضح للمشاهد الكريم الجزئيه دي. بالنسبه للقوائم الاول انا هيبقى عندي ادخل التصويت رئيس اللجنه هيديني استمارتين. ايوه الاستماره الاولى خاصه بالقوائم وده هيبقى فيها سطرين مفيش غيرهم. قائمه كذا وقائمه كذا والرمز بتاعها. تمام انا هعلم قدام قائمه من القوائم صح وخلاص هختار اللي انا عايزها. ده بالنسبه للقائمه. اذا القائمه مفيش قائمه تنجح ملاكي خلاص انتهينا من دي. دي حاجه بسيطه جدا. كويس نيجي بقى للموضوع الثاني الكبير شويه. دايره مثلا على سبيل المثال يعني دايره مثلا تاخد الجيزه والعجوزه والدقي مثلا هتلاقي مثلا فيها 40 مرشح او 50 مرشح. تمام هتلاقي كل المرشحين في القائمه هتلاقي ورقه كبيره كده قريبه لورقه الجرنان. وده اللي محتاج تركيز شويه في الحقيقه. لان نسبه الاصوات الباطله بتبقى كتيره بسبب كده. لو في اخطاء ان المواطن مش متعلم يختار ازاي. كويس هيلاقي قدامه قائمه كبيره لازم المواطن يبقى داخل عارف هو يختار كم نائب. في دوائر مخصص ليها نائب واحد حسب الكتله الانتخابيه. كان الهيئه العليا للانتخابات حددت كل عدد معين من الاصوات بمتوسط 150 الف صوت مخصص لها مقعد مثلا وفي دوائر لها مقعدين. ايوه وفي دوائر لها ثلاثه. ايوه انا كمواطن قبل ما اروح انتخب لازم ابقى عارف انا هختار كم واحد. يعني الدوائر يا واحده يا اثنين يا ثلاثه بالظبط. فهبدا افتح الاسماء الاقي مثلا 40 50 مرشح انا هعلم على العدد المطلوب فقط حسب الدايره. لو دايره لا مخصص لها مقعد واحد بحط علامة الصح على فرد واحد. اعرف منين ان دايرتي ليها مرشح او اتنين او ده موجود في كل الدايره في قلب الدايره. يعني هسال فين؟ طبعا اسال يعني الناس انا ساكن مثلا دلوقتي في حي كذا او في مدينه كذا. يا فندم ابسط حاجه اسال رئيس اللجنه وجوه اللجنه. اقول له انا اختار كم واحد؟ هقول لك اختار واحد او اتنين او ثلاثة. كويس بدون اي اسماء. ماشي الواحد او اتنين وتلاته دول في ايد المواطن تماما هو اللي ينتقل اللي هو عايزه. دول مفترض ان هم مواطنين معظمهم موجودين حواليه ولهم برامج انتخابيه موجودين في الشارع يقدر يختار منهم الاسماء البارزه اللي شايف انها تعبر عنه سياسيا. اسمح لي بس اعمل تركيز على الحته دي شويه. كويس القائمه بتبقى كبيره شويه. اخواننا واهلنا اللي هم يعني محدودي الثقافه او ما بيعرفوش يكتبوا بتبقى عمليه بالنسبه لهم صعبه شويه. محتاج يركز يشوف هو محتاج كام واحد ويحط علامه صح او غلط. لان هنا في الحقيقه لو انا الدايره مخصص لها ثلاث مقاعد لو اخترت واحد بس الصوت باطل. لو اخترت اربعه الصوت باطل. لو اخترت اثنين الصوت باطل. لو هي مخصص ليها ثلاث مقاعد لازم احط ثلاث علامات. اثنين لازم مخصص ليها اثنين لازم احط علامه على اثنين فقط لا اكثر ولا اقل. لو مخصص لها مقعد واحد برضه احط علامه على شخص واحد لا اكثر ولا اقل. اذا هنا سيادتك انا وسيادتك وكل المواطنين المشاهدين الافاضل هم اللي هيحددوا مين اللي هينجح. لو دايره فيها 40 ناخب 40 مرشح عفوا مطلوب منها اثنين الاثنين دول احنا اللي هنحددهم على الاقل. يبقى اذا انا في القوائم هتبقى الصوت الاستماره فيها سطرين مفيش غيرهم هتلاقيها استماره صغيره كده. دي سهله دي سهله. هتختار قائمه من القائمتين. اما بالنسبه للفرد محتاجه تركيز شويه. لان حضرتك لو فاكر احيانا بتطلع نسبه الانتخابات الباطله اعلى من المرشحين. هو مش ليه؟ لان المواطنين مش عارف يعمل ايه بالظبط. مش عارف. ودي فرصه في الحقيقه وده في الحقيقه بقى ده دور المرشحين نفسهم. طبعا لازم المرشحين ينزلوا على الارض ويفهموا الناس يصوتوا ازاي. كل مرشح النهارده وكل حزب سياسي عنده كوادر لازم الكوادر دي تلتقي مع الناس في القرى والعزب والنجوع ويعرفوا في كل دايره هو يختار واحد او اثنين او ثلاثه ويختار ازاي. وكل مرشح والعلامه لازم تكون علامه صح ولا اي علامه؟ اي علامه اي علامه حتى لو بس غلط بس ما اروح احطش علامه على خمس ست مرشحين. لا طبعا لا يعني احط علامه محدده يعني لو عمل بدل الصح مثلا غلط. لا اي علامه يا فندم. اي علامه اي علامه يا فندم قدامه مرشحين يعتبر الصوت صحيح. طيب يبقى احنا هنا ببساطه بنقول للناس بالنسبه للقوائم هم قائمتين هيختار قائمه والموضوع خلص. نعم بالنسبه للمرشحين الفردي هو لازم يكون عارف عدد المرشحين في دايرته ايه ويكون مختارهم بالظبط يا فندم سواء اذا كان هو عارف يعني درجه تعليمه تسمح ان هو يعني القرايه سهله والكلام ده خلاص هو عارف ان هو يختار محمد وحسين وابراهيم هو كل واحد له رمز انتخابي وكل واحد له رمز انتخابي يعلم. تمام مش عارف يبقى بالرمز والكلام ده ما يستناش بقى يدخل جوه و هيتوه في الورق. هيتوه في الورق. يبقى هو عليه دور كمان قبل ما يروح يبقى عارف ده هو سيادتك لو مركز كمان هيبقى عارف انه مرشح ده رقم واحد المرشح ده رقم خمسه المرشح ده في اخر ورقه. ايوه هيبقى الدنيا والرمز قدامه واضح مش هياخد ثانيه مظبوط يا فندم مظبوط. طيب دي حاجه مهمه جدا وعلى فكره سيادتك بالمقارنه بمناسبه الجزئيه دي
هو لو في حاجه مبهم عليه من حقه يستعين بحد داخل اللجنه الانتخابيه او المستشار الموجود في اللجنه يساعده. والاخوه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم مثلا ما بيسمعوش مش بيشوفوا ذوي الهمم من حقه يستعين برئيس اللجنه وسياده المستشار الموجود في اللجنه يساعده في اختيار المرشح اللي عايز يختاره لو هو مش بيشوف او مش بيسمع او عنده عاهه معينه تمنعه من ممارسه حقه الانتخابي بنفسه، من حقه يستعين برئيس اللجنه يساعده في انتقاء او التصويت. طيب الأوزان النسبية للدوائر وعدد المرشحين والكلام ده يعني لأي مدى من الناحية السياسية بتعبر عن الواقع على الأرض؟ هو ده في الحقيقة سؤال جميل قوي بشكرك عليه. أنا في الحقيقة فكرة القائمة، وعلى فكرة القائمة المعمولة اسمها قائمة مطلقة مغلقة. يعني إيه قائمة مطلقة مغلقة؟ أنا عندي قائمتين، القائمة اللي هتاخد أعلى من التانية هتنجح بالكامل. إيه الفكرة هنا في الحقيقة؟ زمان تمت انتخابات في مصر كانت اسمها القائمه النسبيه. يعني ايه القائمه النسبيه؟ سيادتك انا عامل قائمه وسيادتك عامل قائمه، انت سيادتك انا خدت قدك مرتين فتلتين القائمه بتاعتي من الاول بينجح والتلت بتاع سيادتك بينجح. ممكن يطلع التلتين اللي في القائمه بتاعتي انا والتلت اللي في القائمه بتاع سيادتك مش بيمثل كل فئات المجتمع. ودي فكره القائمه في الحقيقه. لكن القائمه الواحده مراعاه فيها تمثيل كل فئات المجتمع، من عمال لفلاحين لمراه لشباب لمصريين في الخارج لذوي احتياجات خاصة أو ذوي الهمم، كل الفئات الأخوة الأقباط المسيحيين موجودين في القائمة. طيارات سياسية. ففكرة القائمة هنا إن القائمة الواحدة بتحقق تجانس كامل جدا من كل فئات المجتمع. هي دي فكرة إن هي قائمة مطلقة مغلقة عشان لما تنجح قائمة تبقى قائمة متكاملة متجانسة فيها كل أطياف المجتمع. وبالتالي تبقى التشكيلة بتاع المجلس النهائي بتعكس كل فئات المجتمع فيبقى فيه توازن ونقدر نتناول كل قضايا المجتمع داخل المجلس النيابي. لكن لو هي قائمة نسبية ممكن ده ينجح أعلى أول مجموعة وده ينجح أول مجموعة وتبقى المجموعة دي مثلا كلها مش بتمثل وبتعكس كل فئات المجتمع. وهنا في الحقيقة تحية للقيادة السياسية اللي كانت حريصة في الدستور المصري وقانون الانتخابات انها تمثل الشباب بنسبه 25% وتمثل المراه بنسبه 25% على الاقل. ودي في الحقيقه نسب تاريخيه ما عدناهاش في اي فتره سياسيه سابقه. ده في الحقيقه بيأكد ان الدوله المصريه جاده في ملف التمكين للمراه والشباب، وده اللي بيشوف على ارض الواقع بالفعل. عندنا النهارده شباب ما شاء الله بيشغلوا مراكز قياديه متميزه جدا، الاكاديميه الوطنيه ومراكز قياديه اخرى بتعد شباب في الجهاز التنفيذي. بنقدم للدولة قيادات ومخزون استراتيجي، قيادات شابة تقدر تقود المجتمع سواء نواب أو مساعدين وزراء ومحافظين، وأيضا بقى على الأحزاب السياسية والكيانات الأخرى زي النقابات واتحادات العمال وغيرها وغيرها إنها تعد كوادر سياسية نقدر نكتمل هنا في الحقيقة يبقى عندي جناح تنفيذي قوي من خلال مركز عدد القادة والأكاديمية الوطنية وأكاديمية السادات وغيرها وغيرها. بنعد قيادات تنفيذية قوية ويبقى الجناح السياسي كمان اللي بيمثل الجناح التشريعي جناح قوي. وهنا في الحقيقة ده اللي يقدر يعمل نقلة وطفرة في الدولة المصرية إن شاء الله. ممتاز. يعني الحقيقة شرح مبسط جدا، وحقيقة كان نفسي يبقى عندي وقت أطول من كده، لكن التمثيل الفردي برضو نشرحه لمشاهدينا بشكل مبسط. ليه هنا مرشح والدائرة دي اثنين وهنا ثلاثة؟ زي ما قلت المعليك إن أنا النهاردة عملت تقسيمة انتخابات، تقسيمة الدوائر. التقسيمة الجديدة بتعمل نسبة معينة كانت في المتوسط تقريبا كل 150 ألف ناخب لهم مقعد. فأنا بدخل مثلا على دايرة زي دايرة الدقي والعجوزة والعجوزة والدقي والجيزة مثلا جيزة. بيطلع عدد الناخبين مثلا 500 ألف ناخب. طب أنا مخصص للمقعد الواحد 150 ألف. لما أقسم 500 على 150 تطلع 3.1 يبقى الدائرة دي مخصص ليها 3 مقاعد. بخش مثلا على دائرة تانية زي دائرة مثلا إهناسيا بني سويف. دي دائرة صغيرة فمخصص ليها مقعد واحد في الفردي وطبعا مقعد جوه القائمة. طب بدخل مثلا على دائرة تانية مثلا بيبا والفشن وسموس. دي نص تقريبا او تلت محافظه بني سويف. فتجمع عدد الناخبين يطلع الدايره دي مثلا فيها 460 الف ناخب. ال 460 الف ناخب لما اقسمهم على 150 تطلع 3 وكسور صغيره. يبقى لها 3 مقاعد. وهكذا انت هنا بتمشي نسبه وتناسب. دايره فيها 300 بالزبط. الف يبقى بالظبط يا فندم كده. دايره فيها 150 170 120 130 دي الفكره. يبقى هنا في توازن نسبي عشان ما يبقاش في دايره كبيره قوي قوي زي ما كان زمان موجود فيها 500 الف ناخب وبتاخد مقعدين. ودايره صغيره جدا 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 فيها 100 الف ناخب فقط
يعني الثانيه 5 اضعاف ال 500 ضعف المية، ويبقى ال 500 لهم مقعدين وال 100 لهم مقعدين. فإذن عشان لكن في خلل في الحقيقه، يكون مقعد مجلس النواب هو مجلس الشعب بمعنى واضح، ان ممثلي الشعب يكونوا قد الاعداد. نعم. الاصوات يعكسوا اللي يعكسوا حجم المجتمع الحقيقي، بحيث يبقى في توازن نسبي، يبقى نسبه التمثيل في المجلس النيابي بتعكس نسبه المجتمع. الدائره الكبيره بيعكسها عدد كبار من النواب، الدائره الصغيره بيعكسها عدد صغير من النواب. دي الفكره بتاع المقاعد الفرديه المخصصه. طيب في اي حاجه تحب حضرتك تضيفها في الموضوع؟ والله في حاجات كتيره في الحقيقه. نفسي اقول للاحزاب السياسيه النهارده احنا عندنا قائمه، القائمه الوطنيه فيها 12 حزب، والقوائم الاخرى فيها احزاب محترمه جدا جدا جدا. على كل حزب ينزل في الشوارع ويقدم برامجه للمواطنين، عشان تقدر المواطنين تحضر بشكل كويس. ده بيعكس كل ما المجتمع الانتخابي هيزيد ونسبه المشاركه هيزيد، كل ما هنقدر ننتقي عناصر بشكل افضل. دي الرساله الاولى. الرساله الثانيه بقول للمواطن ان حضورك ومشاركتك السياسيه ده حق ليك، اوعى تفرط فيه. زي سيادتك تفضلت وقلت في المقدمه، طول ما انا هحضر وهمارس حقي بنفسي، هقطع الطريق على اي حد تاني، هقطع الطريق على المال السياسي، على الكراتين، على الزيت والسكر، على على على. كل ما المجمع الانتخابي يوسع، كل ما هنقدر نختار بشكل افضل، وبالتالي تقل الرشاوى السياسيه. بعد كده ما نرجعش ايه بالظبط، نندم بالظبط ونقول ده ما قدمش النائب، ده ما قدمش اللي احنا عايزينه. طبعا صحيح، وانا ما اخترتوش اصلا. الرساله المهمه باكد عليها تاني، الدوله ملهاش مرشحين معينين. أيوة. أكد الكلام ده، الدولة ملهاش، عشان نتكلم بمنتهى الصراحة والشفافية، في خط أحمر في فصيل سياسي معين، ده أوكي، ده ما ينفعش بصراحة يبقى وصينا، لأن ده كان سياسي خارج حدود الدولة أساسا. نعم. فيما عدا ذلك كلنا مواطنين سواسية، سواسية تماما. اللي هيقدر يحشد ويقدر ينظم ويقدر يخلي الناخبين تحضر في اللجان وياخد أصوات، هيبقى له فرصه ان هو يكمل ويبقى يخش في المجلس النيابي. نعم. مفيش خيوط حمراء على اي مواطن، كل مواطن زي التاني تماما تماما، مفيش اي مشكله. تمام. طبعا يعني احنا في عصر ذهبي في الحقيقه، اعتقد نسبه الشباب الموجودين والمراه في الانتخابات الحاليه بتقول ان مصر داخله على اعتاب دوله سياسيه عملاقه. لما حضرتك تتخيل ان عدد المرشحين الشباب اللي تحت سن ال 40 اكتر من 55% من المترشحين. طبعا ما ده بتتكلم عن 2500 شاب. لا دي نتيجه مباشره كمان من 4000 شاب. ما دي نتيجة مباشرة دكتور محمد لاهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال الأكاديمية الوطنية، أو من خلال أكاديمية ناصر، من خلال الأكاديميات المختلفة، منتدى شباب العالم، منتدى شباب العالم، الشباب طبعا، وغيره وغيره. ده في الحقيقة اللي أفرز لنا كوادر النهاردة على الأرض، والكوادر دي على فكرة لو خدت فرصتها كوادر ممتازة جدا جدا. بص سيادتك، تنسيقية الشباب الأحزاب بتقدم لنا شباب صغير محترم، لكن كفاءات بعد 4-5 سنوات لما ياخد له دوره في مجلس نيابي يقدر بعد كده تحط وزير بقى. او تحط قاضي او تحطه يعني في اي مركز سيادي. صحيح. وانت مطمن جدا جدا انه ان الناس دي امينه على البلد. صحيح. وتقدر تقود الدوله المصريه. صحيح. الى اعتاب دوله متقدمه. نعم. ان شاء الله. استاذ الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس امناء الاكاديميه الوطنيه للتدريب وتاهيل الشباب، وعميد التدريب في اكاديميه السادات للعلوم الاداريه، شرفتنا. شكرا جزيلا. شرفت بيك حازم بيه، وتحياتي ليك وتحيات المواطن الكريم، وإن شاء الله نشوف بلدنا قد الدنيا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شاهدينا فاصل وهنرجع لحضراتكم بتاني لقاءاتنا، هيكون مع أستاذة ندى هشام حافظ، إحدى العارضات في معرض الحرف التراثية المنعقد حاليا في أرض المعارض في محور المشير طنطاوي، والحديث عن هذا المعرض والنجاح اللي حققه حتى الآن. وطبعا هنتكلم إني امتد المعرض ليومين، وكان مقرر إن هو ينتهي النهاردة، لكن امتد اليومين لحد يوم السبت بعد غد إن شاء الله. هنعرف تفاصيل أكتر من خلال اللقاء التالي. خليكم دايما معنا وبنصبح عليكم.